السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم مش عادي. النهاردة منوصل للعام الأولاني من القناة بتاعتكم. احنا وعدناكم ان هيكون فيه جديد كتير معانا. والنهاردة اول خطواتنا ان احنا نوفي معاكم بالوعد. النهاردة هنبتدي مع بعض عام جديد جديد ان شاء الله في كل حاجة. هنجاوب على كل الأسئلة اللي انتم بعتوها لنا. نشكركم جدا على التعاون اللي كان ما بيننا وما بينكم خلال الفترة اللي فاتت. النهارده هبلغكم باسعد خبر هتبتدي فيه المرحله الجايه من قناتنا، هو انضمام واحده من اعظم الدكاتره اللي موجوده في طب الاطفال معانا، اختنا وزميلتنا الدكتوره شيرين الشاذلي. مرحب بيك يا دكتوره معانا. الناس كلها كانت بتسأل على حضرتك ومبسوطه جدا بكل اللي احنا عملناه قبل كده وقدمنا بيه القناه، واحنا وعدناهم ان هيكون في جديد خالص معانا بدايه السنه دي، وانضمام لحضرتك لينا شرف لينا، والناس مستنيه موضوعات كتير مهمه خالص ان انت تجاوب فيها على الاسئله بتاعتهم، وان احنا نوصل لهم كل معلومه جديده. الناس قلقانه من امراض كتير خالص كل ما يخص بالاطفال، فاحنا ان شاء الله عايز حضرتك توعديهم ان هيلاقوا كل الاسئله اللي نفسهم يعرفوا اجابتها من خلال الفيديوهات بتاعتنا. اهلا وسهلا بكم يا جماعه ومنورين القناه، وانا اتشرفت بانضمام للدكتور تامر خميس، وان شاء الله يبقى معانا كل اسئلتكم وكل استفساراتكم واي حاجه عايزين تعرفوها في الاطفال. انا موجوده باذن الله ومعاكم السنه دي، وان شاء الله تبقى سنه سعيده ومليانه بالخير والصحه والسعاده للاطفال كلهم يا رب. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان تعرفوا كل الجديد اللي احنا هنعمله ان شاء الله، وهنستنى اسئلتكم واستفساراتكم على القناه. كل سنه وانتم طيبين، وانتظروا مننا المزيد باذن الله. السلام عليكم.